السلام عليكم واش العشرين واش رفامي، معكم كما العادة رايدر تونين في نوفيل فيديو. وكما تشوف العنوان وكما العادة فهاد لا فيديو خاصة بالكراش بار اللي غادي نركب ان شاء الله لهاد الدراجة ديالي الام تي 09 فاز 2017. معنيناش الخوت، غادي نمشي عند واحد سيكليس او ميكانيك ديال الدراجات النارية سميتو فؤاد، كاين في حي حسني في طريق ازمور. المهم راه غنخلي لكم لوكاليزاسيون ديالو في الديسكريبسيون ان شاء الله، ونقدر نخلي لكم حتى نيميرو التليفون الى بغى. هادشي اللي كاين الخوت. معليناش كيفاش البلان دابا، انا داك السيد تنعرفو تقريبا عرفو شحال هادي. المهم كديز من تما دزت وانا وقفت هكاك سولتو على شي لعيبات في الموطور وداكشي، بقات هضره جابده هضره هضره جابده هضره صافي. وسولتو على لي كراش بار داكشي، قلت لي راه بغيت نركب شي وحدين ما عرفتش فين كيتصوبوا داكشي، ما بغيتش ناخذ دوك الاخرين اللي كيكونوا ديال جي في راه واجدين ناضين كتركبهم صافي. قال لي انا راه كنصوب لي كراش بار. قلت لي ويلي صافي. قال لي والله الا راه كنصوبهم وهادي، راه عندي بزاف ديال الموديلات، الموديل اللي بغيتي نصايبو لك غاجيب لي انا نصوب لك صافي. هي هذيك تفاهمنا على واحد الموديل. المهم دابا راه غادي نمشي عنده باش نشوفو فين جا، ودرت معاه رونديفو اللي هو اليوم باش ياخذ العبارات ديالو ويقاد المسائل. المهم غنخلي ليه الموطور حتى ياخذ العبارات ديالو على خاطره والمسائل، وديك الساعه غادي نجي ناخذ الموطور ديالي وغيصوب هو ديك الساعه الكراش بار بالصباغه ديالهم بكل شيء. غير هو واحد القضيه، حتى انا بغيت واحد لا كولور سبيسيال وما كتكرمش دغيا وكتبغي البريباراسيون بزاف والفينيسيون. المهم قال لي تقريبا غادي يوجدوا لك على واحد 5 ايام بحال هكاك صافي. قلت لي ما كاينش مشكل، هي هذيك. المهم دابا راه نمشيو عنده باش ياخذ العبارات وتعرفوا عليه فين جا وكيفاش البلان وهادي، وان شاء الله ملي غادي يوجد لي لي كراش بار وداكشي راه غنوريهم لكم. حيت دابا الخوت كنكون خدام وانا واقف على هاد لي كراش بار داكشي، غادي ما غاديش نكون باش نصور كيفاش كيصاوبوا داكشي. المهم غادي تشوفوا في الاخر لا فينيسيون راكبين ناضين كيفاش غيجيو، وراه كاينين بزاف لي موديل اللي كيصاوب اللي بغيتو. المهم انا عجبني هاد الموديل قلت لي صاوب لي هاد الموديل. هادشي اللي كاين الخوت. المهم نمشيو عنده دابا، راه جا في طريق ازمور كما قلت لكم، وغادي نخلي لكم لوكاليزاسيون. راه قريب لذاك الجامع اللي جا في طريق ازمور، جامع كبير قريب ليه شويه. المهم خليكم معايا في الطريق باش تعرفوا الناس ديال النواحي ديال حي حسني غادي يكونوا عرفوه. والطريق هذه صعيبه الخوت، حيت تقدر اي واحد يخرج لك في اي لحظه. راكم ولفتوا معايا الطريق الخوت، كنت كنمشي بها بموطور ديال الشينوا تي ماكس، كنكون غادي على طريق البحر للخدمه العين السبع. الرعدة مون امور هي هادي. اسمح لي ناري تاكسي، هذا 90 خاصنا نحاولو نبعدو منه قدر الامكان. حنا دابا راه اون باراليل مع طريق ازمور، طريق ازمور جات في هاد الفاص هذا يعني لهيه. حنا دابا غاديين مع باراليل، غادي ندورو على اليسر نهبطو على واحد الفيلات باش نخرجو لطريق ازمور. نحاول نسرع باش ما الفيديو ما تكونش طويله بزاف، انا عارفكم ما بقاش كيعجبكم لا فيديو تكون طويله. احنا وصلنا لطريق ازمور. الطريق ازمور لا ما قلتهاش، غنكون قلتها شي 7 مرات دابا. نديرو قف ديالنا، هذا من خرج هذا ري كون كان غادي نيشان كنت لاصق انا وياه حفاري ناري. صافي حنا وصلنا الخوت، غادي ندخل مع الزنقة غادي نتلاقاو معاه. ايوا المحل ديالو غادي نفوتو هاد الضودان هذا. المهم الجامع هو اللي قدامنا، انتما كتشوفوا ها المحل
لقد وصلنا. اول خوت المعلم ديالنا فؤاد. السلام عليكم. كي داير؟ بخير. سعيد مبارك علينا وعليك باش ما تمنيتي. المهم اجواء ديال رمضان دازت عندنا مزيانه الحمد لله. الحمد لله. غادي دابا اليوم راه 15 رمضان هذاك الشيء. زوين نجوا الدراري خدامين ترونكيل، ما تنحسوا لا بجوع لا ما عطاش لا والو، حتى الكليان هما تيديروا الحماس. بصح بصح حتى الخدمه راه فعلا كتلاهيك على الجوع والعطش، كتحس براسك تدوز الوقت ديالك دغيا. لا ما كانش خدمه راه ما راه بصح دابا ما تنحسوش معاه هذاك الشيء. تنبداو من 9 ديال الصباح تنساليو مع 6، بعض المرات مع 5 ونص، بعض المرات مع الفطور واقيلا كاع. بعض المرات تيجي شي كليان خصك ولا بدا تصوب لي موطور. بصح خصوصا الا كان محنسر غادي شي طريق غادي الله يفطر ولا شي حاجه خصك تبقى معاه. بصح والحمد لله. الحمد لله انا غتهلا فيا بعدا ياك على الكراش بار. على الكراش بار على ما يكون الخير. الموديل اللي بغيتي نصوبو صافي الله يحفظك. انا راه الموديل راه رسمتو داك الشيء. المهم الاخوان الموديل راه صوبتو وما بغيتش نوريه لكم دابا تتشوفوه راكب. راه غادي نعطيه الاخ ديالنا فؤاد باش يحادوا ليا وكل شيء على الصدور ديالنا او اللحام ديال الكراش بار الشتوي. راه عيطوا لها الشينوي، ما كاينش الشتوي حتى اصلا الشينوي، شينوي نوار. كل شيء بخير الشتوي هاني مزيان. وما نساوش السبع ديالنا اللي هو طلوري الحشمان، ما عرفت فين غادي هربان. اجا السبع غيز لي داك الشيء، قالوا لي انت ما كتضحكش في داك الشيء ديال الصباغه. صافي وراه لا فؤاد لا دار شي زبله. لا لا ها ما يقدرش يديرها ما يقدرش. صافي حيد. لا لا راه قالوا لي اصلا ناضي ناضي قبل من نجي عندكم اصلا. المهم الخوت نديروا شي دويره باش تشوفوا المحل وداك الشيء. بغيناك تعرفنا شويه بالمحل ديالك با فؤاد. هنا باش تكون المحل شويه مزاحم وداك الشيء شي موضوع محلينا بحال كحيدنا لي غول وداك الشيء خصنا ندخلوا هنا لداخل. عندي هنا الكياس شي واحد بغى عندي الكياس هنا كاين هذا تبارك الله ما شاء الله. شوف هذا 1994 1994 خصني اولد سكول هذا. الله يرا اولد سكول. ايوا الشيء اللي كاين. الله يحفظك. ومعنا الاخ ابراهيم كي داير؟ بخير هاني مزيان. شنو المشكل كان في هذه الدراجه هذه؟ هذه كان فيها لي جوان كيلاس جوان كيلاس جوان دونك كانت الماكينه هبطتوها دونك طيحتوها من الكادر. مزيان اخويا. جوان كيلاس وجوان سيلان ولا جوان كيلاس؟ جوان لا غير جوان كيلاس وجوان ديال ميكاسو. اللهم بارك. ومعنا الاخ مهدي كي داير مهدي؟ هاني بخير مزيان مزيان صحيحه الله يحفظك ليا بارك الله فيك. مال هاد الكاوا اش خاصه؟ شي حاجه لي زاكسيسوار. لي زاكسيسوار ديال الكراش بار ياك. كراش بار تسمى لها هادي هنا ومعمرنا لي زاكسيسوار الحمد لله. موتور هاو كيف كتشوف عمرنا زويسون اللهم بارك السي مهدي. الله يبارك فيك. الله يحفظك ليا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وعيوك. ومعنا الاخ عبد الرحيم. عبد الرحيم خويا كي داير؟ بخير هاني بخير. الله يحفظك. مال هاد الكاوا مالها؟ هادي عندها فلتر وبواجه اخويا. لي بوجي والفلتر غادي تبدلهم. صافي اللهم بارك. الله يحفظك. اللهم بارك. زوينه هاد ار سي سي هادي 2007 تاعك اخويا هاد الار سي سي ياك؟ ديالي ديالي. مرحبا زكريا ياك؟ زكريا.
مشرفين اخويا زكريا. الشيوي غيز لي داك الشيء، راه معروف عليك التغياز. قول علي اخويا، هات شوف من غادي تلقى الكراس بار ديالك ناضي. كناضي عجبك ديك الساعه قول لي حيد لوح. لا حاشا، صافي الكراس بار ديالك غادي يكون ناضي ان شاء الله. يلاه تهلا لي فراسك ان شاء الله. خوت المهم راه تفاهمت مع فؤاد على قبل اللعيبه اللي غادي يقاد ليا يعني الكراش بار من هنا لواحد السيمانه، صافي المدير راه قادناه وداك الشيء. المهم الخوت من وراء هذا المقطع غادي تشوفوا لي كراش بار من بعد ما صبغتهم وركبتهم. يلا تهلاو ليا فراسكم.